رجعت لكم بعد الفاصل. بصوا الفواكه خلاص كلها اهي اتكرملت مع بعض، مش ناقصها غير بس رشة قرفة صغيرة قوي على وشها. انا مش هحط كتير عشان في ناس متحبش نكهة القرفة قوي، اللي بيحب القرفة كتير يزود. انا كده هطفي عليها، والشعرية خلاص استوت وطفيت عليها. الطاجن بقى بتاعنا اللي هو كان فيه ايه، اللي احنا تبلنا السمك بشوية ملح وفلفل وكمون ولورة وحبهان وحتة مستردة صغيرة وعصير ليمون، وحطيناه في الدقيق هو والكالماري والجمبري وقليناهم قلية خفيفة جدا يا دوب صفروا وطلعناهم. كنا احنا بنعمل ايه ساعتها؟ كنا بنعمل لهم صلصة عبارة عن بصلة مشوحينها بس تصفر، وحطينا عليها طماطم، وحطينا عليها ملح فلفل كمون كزبرة ناشفة، حطينا بابريكا، وبعدين لما تسبكت وقبل على طول ما نعمل الطاجن حطينا عليها الفلفل الحامي، وبعدين جبتها حطيتها في الطاجن الصلصة، وحطيت السمك وبقيت الصلصة، وحطيت الفلفل، وحطيت الكزبرة والبصل الحلقات، ودخلتها الفرن. قبل ما تطلع من الفرن بشوية حطيت حلقات الطماطم عشان أنا مش عاوزاها تتحرق. وأجمل طاجن إن شاء الله هتاكلوه يعجبكم. دلوقتي بقى أغرف الشعرية عشان هي جاهزة، أنا لسه عاملاها وجاهزة وجميلة. بصوا بقى لما بتستوي حلو وبتبقى مفرفطة ازاي من بعضها بتبقى جميلة جدا يعني، وريحتها اكتر من رائعة. هغرف بقى عليها الفواكه اللي انا عاملاها المسكرة المكرملة، مش مسكرة دي انا مكرملاها على النار. انا مش هحط في كل الطبق كده في النص عشان عايزة ابين الشعرية، واحنا بنغرف ناخد من كله بقى، مش قادرة اقول لكم على ريحتها جميلة ازاي يعني، مخلية الواحد وهو صايم عايز ياكل منها. وممكن بقى نحط رشات كده خفيفة من جوز الهند، بيليق قوي مع القصة ديت، نزوق بيه جناب الطبق كده، بحس ان هو بيكمل الموضوع بالنسبة للحلويات. هي بقى في رمضان متاحة معانا جوز الهند والحاجات دي كلها، بنعمل بقى بيها ورشة خفيفة كده في النص. وأحلى بقى، خلوا بالكم، وأحلى طبق شعرية بالفواكه خلوا بالكم من نجاحها، إني أنا أحمر الشعرية، أحمصها مش أحمرها، أهدي عليها قوي 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 وأفضل أقلب فيها عيني عليها حتى لو عملت حاجة تانية. دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ أنا بدور بره ليه؟ ما هو عندي الطبق أهو. هنعمل سلطة الطحينة، سمك يعني لازم معاه طحينة. أنا دقيت الثوم أهو، دقيت الثوم هجيبه وأحطه هنا، وهحط معاه هقلبه بس بحبة ليمون صغيرين بس أفكك الثوم فيهم عشان لما أجي أحط الطحينة. وهجيب كمية الطحينة اللي عندي وأحطها، وهقلب الأول بخفف بالخل وبالليمون. الطحينة بتتعمل بخل بس برضو ما بتبقاش حلوة قوي إلا لما يتحط لها عصرة ليمون، لازم عصرة الليمون في الطحينة. أخدنا تقريبا ربع كوباية خل، عايزين بقى نخففها بعد كده يبقى مية، المية ما تكونش سخنة يعني، دي خلاص بردت لأن أنا مسخناها وكنت من بدري. في حاجة كمان احنا عملناها في الحلقة، عملنا رز بالجمبري. جبنا الرز، جبنا الأول حطينا في الحلة زيت على زبدة ومستكة وحبهان وشوحنا فيها الرز، وبعدين رحنا حاطين التومة وشوحنا شوية، وبعد كده حطينا الجمبري وشوحنا، وبعدين حطينا بشر ليمون وسقيناه بالمية، وحطينا التوابل بتاعتنا، حطينا ملح وحطينا كمون وحطينا فلفل، ما حطيناش حاجة تانية غير كده هوت. قبل ما يستوي على طول حطينا الكرفس وحطينا عصير ليمونتين بس.
انا هنا عايزه احط حبه ليمون تاني، واحط بقى ملح، وكمون، واحلى سلطه الطحينه ان شاء الله هناكلها واحنا مبسوطين. النهارده الالبوم بتاعنا كان فيه اكل بحري جميل جدا. نسيت اقول لكم السمكيه الحلوه دي احنا عملناها ازاي. سلقناها على البخار، بس الاول شوحنا بصله مع مستكه برده وحبهان وكمون وقشر ليمون وكرفس، وحطينا فوقهم المصفى وحطينا فيها السمكه، وسبناها بقى لما استوت فصصناها، وبعد كده بقى حطينا عليها مايونيز وطحينه وليمون، ولو حابين نحط مستردة بتبقى تحفه برده بالمستردة. يعني الحاجات دي في ايدينا، اهم حاجه المنكهات اللي احنا عملناها علشان السمكه ما تبقاش زفره. واخر حاجه بقى بنعملها هي سلطه الطحينه. من عوامل نجاحها ان الميه تكون بارده، وان احنا نخففها الاول بخل او بليمون، والثوم ما يكونش كتير فيها. انا النهارده ده انا ناسي هقول لكم على حاجه بتخليها حلوه جدا، لو حطينا معاها معلقه كاتشب بتبقى اكتر من رائعه، بتديها تذكيره حلوه. كنت هنسى احطها، كنت هزعل جدا، عشان انا يعني جربتها، انا ما بحبش الكاتشب، ولما اولادي قعدوا يقولوا لي ايه طب جربيه كده عليها، لقيت فعلا مش باين طعم كاتشب، بس الطحينه طعمها حلو، فعجبتني الفكره بصراحه. وهحط هنا الشبت وهقلب. ريحته اول ما اتحط فيها جميل جدا. على فكره انا بحب سلطه الطحينه تبقى تخينه ما تبقاش خفيفه. وحبه زيت صغيرين، لو بنحب زيت زيتوني ممكن يبقى زيت زيتون. وبرده هحط هنا رشه زيت على السمكه عشان هي معموله من غير زيت خالص، فرشه زيت تديها برده طعم وتلمعها. رشه خفيفه بس كده. شايفين اكلاتنا سهله ازاي؟ وهحط الطحينه طبق طحينه جميل ورائع. وهغرف طبق الرز العظيم بتاعنا، اجيب بس الغطا كده، واجيب الرز، واجيب الطبق ومعلقه كبيره بقى، عشان ايه عارفين الرز بيحب الواحد ياخده كده ما يقعدش. انا هقلب الاول عشان بس الف فيه الكرفس كده اهوت بالحاجات واقلب عصير الليمون، وهغرف على طول. ريحة الجمبري حلوة قوي فيه. يعني نحاول نسيب كده كام واحدة جمبري نبقى نحطهم في الآخر على الوش، يبينوا ان الرز ده كان معمول يا جماعة بجمبري. اهو هجيب بس منديل واساوي الطبق بتاعي. مهما كنت عايزه الطبق شكله بسيط لازم اسويه وانضفه واخليه يطلع جميل. شايفين منظره جميل ازاي؟ هاخد بقى وحدات الجمبري اللي هي ايه اللي احنا سيبناها تتحط بس على الوش كده، حاسه الحته دي ناقصها شويه رز بس، يبقى باين ان الرز دوت كان فيه ايه جمبري. شايفين منظره قد ايه جميل، وريحته والله جميله. وصفحتنا النهارده في البوم رمضان كان فيها حاجات حلوه جدا. عندي بقى اي حاجه انور بيها الطبق، ممكن احط كده على ابعاد واحده الطماطم،
اي حاجه ننور بيها بس طبقنا. احنا مقدمينه في صوره بسيطه، مش عايزين نتعب نفسنا في ذواقه ولا حاجه، هو مزوق نفسه ومش محتاج كام واحده طماطم كده اهوت، بس يكسروا حده اللون يعني، ويدونا كده شكل مبهج. الالوان بتبقى مبهجه. وادي طبق الرز، وممكن هنا ارش حبه شبت على الوش، داير ما يدور الطبق كده. بس كده، بصوا الوليمة الحلوة بتاعتنا بتاعت السمك النهاردة خلصت. وممكن نحط شريحتين ليمون كده عشان نقول ان السلطة دي كان فيها ليمون، وبرضو هنا هوت ليمون عشان نقول ان الجمبري ده كان فيه ايه، برضو ليمون. الرز اللي بالجمبري ده كان فيه ليمون. ودي بقى كانت الوصفات اللي أنا عملتها النهاردة علشان نحطها في صفحة النهاردة من صفحات إيه؟ ألبوم ذكريات رمضان. عدى يوم، ويا رب على ما نفطر وتيجي ساعة الأذان يكون صوم مقبولا، ويكون إفطارا شهيا إن شاء الله. وتفتكروني لما تفتكروا اليوم ده السنة الجاية في رمضان، ونكون برضو متجمعين وأشارككم وصفتي لو وصفاتي دي عجبتكم. استنوني.